خاصة كاين واحد المشكل في ألمانيا اللي كاين واحد الحزب، هذا الحزب يكره الأجانب، هذا الحزب راه يتطور، هذا الحزب ولاد عنده شعبية في ألمانيا، معناتها خاوتي الشعبية تاع الحزب هذوك العنصريين ولا يطلع. وعلى بالك لو كان الحزب هذاك يطلع وتولد شعبية والمرة الجاية يفوطيو عليه وهو يديها، حنا الأجانب يخنقنا خنقة شابة في الشباب. كيفاش يخنقك؟ كاين بزاف ناس تقول يا ودي هذاك الحزب يقول لك علاه واش دخلني؟ شغل كيما كورونا، تشاو كورونا، جات كورونا واش دخلني أنا في كورونا؟ كورونا هي في الصين أنا. لابهيمولوجي واعرة، واحد كيكون بهيم حاشا خلطو، تكون عندك لابهيمولوجي يعني معناتها تكون غبي، عبالك بلي يدير في بالك بلي حاجة دوكا في الصين تتوشى تماك توشيك هنا في ألمانيا، توشيك في الجزائر، توشيك في جنوب أفريقيا. المرض خرج في الصين، ماتوا 2000 واحد، وفي الطليان قريب الطليان قريب خلاصت، الألمان قريب طرفقت، في الأمريكان ماتوا الملايين، هنا ماتوا الملايين، في الطليان ماتوا الملايين. ما تقولش ما دخلنيش. مثلا هذو الأحزاب العنصرية هذو في إيطاليا ثاني راه يتطور، ثاني راه يولاو يحبوه الناس بزاف. في بلجيكا، في فرنسا، ماري لوبان هذيك من بكري وهي تكرهنا وما تحبناش ودائما عقابنا. ودير في بالك باللي هذه المشكلة هذه تاع الحزب هذا تاع العنصريين هذا في ألمانيا ولا يحبوه بزاف. علاش ولاو يحبوه؟ من نهار اللي جاو السوريين، دوكا كاين بزاف سوري يقول لك علاش السوريين، علاش حنايا؟ ماشي انت اخي الكريم، حنا نحكيو غروسو مودو، نحكيو في المطلق. معناتها كي جاو السوريين، المانيا استقطبت مليون، قريب مليون، دوكا كاين تقريبا فايت المليون ونص، فايت المليون ونص سوري لاجئ. هذو خاوتي كي جابوهم الالمان مع الاول فرحوا، واش قالوا؟ قالوا يا خويا مرحبا بهم، هم جايين اللاجئين. حابين شغل يستفادوا منهم بطريقه ذكيه. كيفاش قال لك؟ قال لك ندو حنا بزاف الاجانب، ندو بزاف حنا اللاجئين السوريين، وبالتالي يخدموا، يقراوا شويه، نقروهم 6 شهور الاولانيين، يقرا المانيا، نطبعوه يخدم، وتولي عندنا مليون ونص خدام، لانه المانيا بلد تاع شيخوخه، الاكثريه تاع هنا كاع فوق 70 سنه، كاع فوق 80 سنه. هنا ماشي شعب فاتي، هنا شعب تاع شيخوخه. على بالكم بلي في المانيا راهم يبحثوا على عمال 2 ملايين خدام في قطاع الصحه، راهم يحوسوا عليهم، راهم يحوسوا على الخدامين هنا. هم دوكا راحوا للهند وراحوا للبرازيل باش يجيبوا الخدامين، ما حبوش يجيبوا من شمال افريقيا، على بالهم بلي ماشي خدامين، على بالهم بلي ثاني يخافوا على الدين، على الاسلام، يخافوا يقول لك نجيبوا بزاف تولي هنايا ومن بعد تولي عندنا المشاكل تاع الدين وما يخافوش. يقول لك روح نجيبوا البوذا من الهند ويروحوا للبرازيل، المسيحيين يحبوا يعيشوا كيما هما، يوشموا يديروا الاخر المناقش، يشرب الخمر، يدير كل شيء، راك فاهم؟ تسمى الشغل تجيهم لاباس. معناتها المهم ما خلطوش لي سوجي، حنا برك خذينا منعرج خفيف. المهم فيما يخص هذو الاحزاب هذو العنصرية هذو، خاوتي تولي عندنا مشكل من الجاي. ولاو يحبوهم خاطرش جابوا السوريين. استغفر الله، خليني نكمل لكم ليدي، برك نكمل لكم الفكرة. جابوا السوريين، والسوريين هما قال لك دوكا نربحوا، باسكو الماريكان دير طومبوله كل عام تجيب 50,000 خدام، كل عام 50,000 خدام الماريكان تجيب. الالمان واش خمت؟ قال لك حنا اذكياء، حنا ما نديرو لا طومبوله لا استالافيستا، حنا نجيبو السيد لاجئ، العالم قاع يوليو يصفقونا، يقول لك لي زالمون شو الناس ملاح هايلين، ونقروهم ويوليو يخدمونا، تولي عندنا مليون ونص، نحي نص مليون نقولوا اطفال، مليون خدام، مليون خدام راهي قوة، راك فاهم؟ هما ديسباتشينيو على كاع الألمان. ومن بعد يا خاوتي بكل نقولها لكم بكل، سوريين ماشي خدامين، سوريين كيما احنا شمال افريقيا، يجي يخدم ليا متلولين برك ومن بعد يطيح ما يخدمش، ولا شافوهم بلي ما يخدموش، خسروا في لافير. الله يبارك، السوريين عرب يجيبوا الدراري بزاف، 2 3 4 5،
هادو كيندقال اللي هو مساعدة على الأطفال يساعدهم ثاني. المهم شافوا باللي خويا العزيز شغل خسروا في لافير. انجيلا ميركل شافت منه، كانت وقت انجيلا ميركل وبعدها مع انجيلا ميركل انجيلا ميركل خرجت، الحزب تاعها ماشي هو اللي ولا يحكم في المانيا، ولا يحكم حزب واحد اخر. شافوا باللي الدراهم بزاف راهم يروحوا للجوء وراهم يروحوا من جد جاهم اوكراني. المهم الحزب تاع العنصريين هذو كلهم يحبوا لي زامو، قال لك حنايا انا كونتر الاجانب يا خويا، ما تجيبليش اجانب.